السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أحمد حسام ميدو كالعادة ما بيسكتش، لا هو ولا خالد غندور ولا أحمد عيد عبد الملك اللي على طول بنفس الأسلوب ونفس الحقارة اللي متعودين عليها من الأشخاص دي. الناس دي يا جماعة، الناس دي محطوطة علشان تعمل فتنة بين الجمهور، بين الداخلية، بين الإدارات، بين كل ما هو اهلاوي وزملكاوي. يا جماعه الخير ما ينفعش كده. النهارده طالعين يتكلموا من بعد ما عامر حسين قال لك ان مفيش اي عقوبات دلوقتي على كهربا، مفيش اي تقرير من حكم المباراه ادان في كهربا. كهربا ما ادانش لحد النهارده، قال لك هنبت في الامر من بعد السوبر. طيب انتوا دلوقتي طالعين وعايزين تنسحبوا من كاس السوبر المصري اللي خلاص هيتلعب يوم 5/5 ان شاء الله بالامارات. خلاص الدساكر اتباعت، التنظيم ان شاء الله في اعلى مستوى، احنا عارفين الامارات، عارفين تنظيمها، شفنا كم كاس سوبر اتلعب فيها. طبعا الامارات بسم الله ما شاء الله يعني معديانا بمراحل في حكايه التنظيمات اللي احنا شفناها من الفتره اللي فاتت. طيب انت يا احمد يا حسام يا ميدو، انت لما عملت فتنه بين الداخليه وبين الجمهور، احنا شفنا النهارده في 19 مشجع لحد النهارده محبوسين من النادي الاهلي. طبعا مفيش امبارح احنا شفنا جمهور الزملكاوي، شفنا الشتيمه اللي عماله تتكرر ليل ونهار في صالح سليم، في اولاد صالح سليم، في المشجعين، في اداره، في كل حاجه. ولا حياء لمنت نادي، مفيش لجنه انضباط، مفيش اعلى الاعلام، مفيش اي حد اتكلم. طبعا احنا بنناشد اداره النادي الاهلي بتاخد الفيديوهات اللي موجوده على السوشيال ميديا وتقدمها، لان ما ينفعش نكيل بميكالين. احنا شفنا عقوبه كهرباء الفيشنج اللي كانت 12 مباراه ومليون جنيه على ايه؟ مليون جنيه على ايه؟ انت النهارده عايز منه مليون جنيه، هتوقفه 12 مباراه، ده كله عشان كهربا واحد بس عامل قلق لمنظومه كامله داخل نادي الزمالك. احنا شفنا مرتضى منصور وهو داخل نادي الزمالك من بعد ما مشى الاعضاء وبعد ما طفى النور على الاعضاء يقول لك لا ده عشان في امتحانات والناس تطلع تذاكر وانا موجود اهو جوه النادي ومفيش اي امن جه خدني من جوه النادي ولا موجود. يا جماعه حد يديني حديده، اصلا انا بعشق الحديده. حديده مين يا عم الحاج؟ ويقول لك الاهلي بينتفخ والزمالك بيفسي بالذمه، ده اسمه كلام؟ هل ده اسمه كلام لما نسمع كلام من رئيس نادي بقدر المسؤوليه زي نادي الزمالك ويطلع يتكلم علينا؟ والله يا جماعه احنا في زمن المسخ، على راي عادل امام لما بيتكلم احنا في عماره يعقوبيان اللي جابوها قبل كده في قناه نادي الزمالك. احنا خلاص ما عادش في رياضه، ما عادش في حياء، ما عادش في خشه. النهارده كل واحد بيطلع ويتكلم اللي هو عايزه، كل واحد بيطلع ويسف ويتكلم على اشخاص بالامهات والسب وقله الادب وسب الدين والعياذ بالله، وكلام فاضي احنا في غنى عنه. ازاي عايز المنظومه داخل مصر تتطور واحنا في فساد داخل الاتحاد، في المنظومه التحكيميه، في لجنه الانضباط، في لجنه مسابقات، في وزاره شباب ورياضه ما بتتحركش. النهارده احنا شايفين مرتضى منصور قاعد بالقوه الجبريه جوه نادي الزمالك ما بيتحركش، والنهارده بيقول لك انا يوم الحد الجاي ان شاء الله بدعو لجمعيه عموميه داخل نادي الزمالك يوم 30. بناء على ايه وانت خلاص انت انتهيت اصلا؟ انا مش فاهم انت انتهيت. طيب عندنا حاجه تانية، النهارده لما طلع علينا احمد الطيب بيقول لك ان نادي الزمالك لو لعب كاس السوبر وكهربا لعب انا هبطل تشجيع لنادي الزمالك وهنسحب من نادي الزمالك انا وعيلتي واولادي من نادي الزمالك. يا عم احمد يا طيب انت ريح واسكت، انت خليك في حالك. النهارده احنا شايفين الفتنه من جميع النواحي، النهارده فتنه كرويه موجوده يرأسها مرتضى منصور، احمد حسام ميدو، خالد غندور، احمد عيد عبد الملك، احمد الطيب، وعبد الشافي صادق طيب، ومحمد رجب، وكريم ابو حسين، والناس كل الناس الزملكاويه الهزيزه اللي احنا بنشوفهم كل يوم والتاني بيطلعوا لنا ليل ونهار على قناه نادي التت اللي هي طبعا موجوده هي قناه نادي الزمالك مش قناه التت يعني. فطبعا بيتكلموا كل يوم والتاني وبنسمع الهرتله اللي موجوده داخل الاتحاد المصري لكره القدم وما بيتكلمش، ما حدش بيعدل على اي حاجه. وطبعا احنا هنفضل في الهري دوت لحد لما مرتضى منصور ينشال من نادي الزمالك وتنزاح الغمه، لان الغمه والله يا جماعه والله حال الكوره المصريه ما هينصلح حالها غير لما يكون في رئيس نادي محترم يحترم الرياضه المصريه، يحترم الادارات، يكون في توأمه بين الانديه وبعضها. احنا شفنا زمان لما كان الزمالك والاهلي والاسماعيلي كان بيلعبوا مانشستر يونايتد ولا فرق من اوروبا في الستينات والسبعينات والخمسينات، كنا بنشوف كباتن الفرق وهي بتلعب مع بعض.
كنا بنشوف الروح الرياضيه النهارده بنطلع نشتم في بعض، نشتم في شيكابالا، نشتم في الاهلي، في امام عاشور، في وليد سليمان، في ابو تريكه، في نشتم في كل حد، ونشتم في الخطيب والساعات يا خطيب، ونطلع نتكلم لحد امتى هنفضل في المهزله دي ليل ونهار، وكل يوم والتاني بنطلع نتكلم فيها كده. يا جماعه ما ينفعش، والله ما ينفع. مرتضى منصور لو عايز يقعد في نادي الزمالك يراجع نفسه ويراجع اخطائه، يراجع نفسه ويراجع اخطائه، لان اللي احنا فيه ده كله، كل اللي احنا فيه دوت بسببه، سبب مرتضى منصور والتعصب الاعمى اللي موجود داخل نادي الزمالك. طبعا التعصب دوت بيتحول يعني على طول بيجي على الجمهور، الجمهور طبعا ده بيشتم وده بيشتم وده بيشتم. احنا شفنا الزمالك بيشتم في اسماعيليه، تمام، شفنا الزمالك امبارح في استاد القاهره وهو بيشتم وبيقل ادبه على رموز النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي وعلى كل ما هو اهلاوي. لحد امتى هنفضل في المهزله والمسخره اللي احنا موجودين فيها ومحدش عايز يتحرك؟ لا اعلى اعلام عايز يتحرك. طب انتوا عايزين النهارده الاتحاد النهارده بيقرر ان هو عايز يعني عايز يرشح نفسه لاستضافه امم افريقيا 2027، وقدم للكاف، وقدم للكاف. طيب انت ازاي احنا هنقدم واحنا في المستوى الهزلي، وشفنا الملاعب اللي طبعا تهلكت، الملاعب اللي مفيش منها رجا الا يعني استاد القاهره، وباقي الملاعب كلها احنا ما عندناش منظومه اصلا، ما عندناش تطوير. ده وزير شباب ورياضه بقاله 5 6 7 سنين قاعد معانا النهارده، مفيش اي تطوير في الملاعب، مفيش اي منظومه. فين الكلام ده؟ فين انت عايز تستضيف؟ يعني هنستضيفها بالهرتله والهبل اللي احنا شايفينه نقوله نهار؟ احنا شفنا المسخره طول السنتين اللي فاتوا من نادي الزمالك والاعلام الزملكاوي والتطاول على الاتحاد وعلى الوزاره نفسها. طبعا من بعد ما كانت الوزاره بتدعم في نادي الزمالك، النهارده من بعد وزير الشباب والرياضه ما قال لك يعني خلاص ان القرار اتنفذ، قرار المحكمه لازم يتنفذ. طبعا مرتضى منصور عايز يعمل استشكال وعايز يعمل استئناف والكلام الفاضي اللي هو عايز يعمله دوت، طبعا هو اضرب القانون اكتر مننا علشان يفضل قاعد ومرازينا كمان سنه ولا سنتين في نادي الزمالك. يعني هو موقف البطولات على نادي الزمالك، يقول لك نادي الزمالك عمره ما هياخد بطولات طول ما انا مش موجود. انا موجود في نادي الزمالك، جبت لكم دوري، جبت لكم كاس، جبت معرفش ايه، جبت سوبر. يا عم يا استاذ العزيز، ما جميع البطولات اللي كانت قبل كده زمان، البطولات الافريقيه والبطولات الدوري والمحليه والكلام ده كله، كانت قبلك وقبل ما تخش النادي. يا باشا يا باشا اقرا التاريخ، شوف نادي الزمالك نفسه كان ايه ودلوقتي اصبح ايه. انت النهارده تحمد ربنا ان انت لسه موجود داخل المربع. يعني انا مش فاهم والله العظيم، انت لو مش عايز اتكلم كلمه الواحد يعني يغلط فيها، فانا بتمنى ان شاء الله تكون بس هادي شويه، تكون رزين، تهدى على نفسك وتهدى على الاعلام بتاعك وتخلي الدنيا تهدى شويه. والسوبر على فكره هقول لك على حاجه، السوبر هيتلعب. اصل الزمالك مش حمل عقوبات تانية، يعني انت عشان تلغي نفسك السنه دي من كاس السوبر، طب ما انت يا باشا انت هتدفع مليون جنيه وهتتحرم سنتين، يعني مليون جنيه وتتحرم سنتين. فليه بقى؟ فليه؟ فنهدى، خلي الدنيا تمشي شويه، ونبعد عن العالم اللي عماله توقع بين الداخليه وبين الجمهور وتعمل فتنه وتعصب اكتر ما احنا متعصبين. فبالله عليكم لازم نهدى شويه، ان كان جمهور الزمالك، ان كان جمهور الاهلي، والاهلي هياخد حقه ان شاء الله. والسوبر يا جماعه ما تقلقوش، السوبر هيتلعب باذن الله، السوبر هيتلعب، والسوبر اهلاوي، عشان محمد رجب لما يطلع يقول لك 5-5 ان شاء الله، انتوا يوم 5-5 هتشيلوا 5 باذن الله. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.